إذا مشاهدينا احنا الان في مسابقة شلال العروسة، بطبيعة الحال احنا كنتواجدوا الان قدام مطعم، غنحاولوا نشوفوا العريسات ديالنا شنو كيموجدين لنا اليوم. يلا معايا. حيد يا حيد 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 شوفوا العريسة. احنا الان كنتواجدوا قدام المطعم، غنحاولوا ندخلوا على العريسات، غنغفلوهم شوية نشوفوا شنو وجدوا لنا شنو كاينين. يلا تفضل تفضل تفضل. العريسات ديالنا تبارك الله، كاين العريسات ديال طنجة، كاين ديال الجنوب، كاين الصحراء، كاين قلميم، اكادير، يعني مختلف المدن تبارك الله اللي جاو. نحاولوا نسقسوا فيهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي دايره؟ مزيان لاباس الحمد لله. شنو وجد لنا اليوم؟ اليوم غنوجد الكفته ديال الحوت. ديال اللحم؟ ديال الحوت. الكفته مزيانه زعما. شنو عاوتاني كاين الكفته؟ شنو عاوتاني كتعرفي تصايب الكفته؟ دوز العريسه الثانيه. افين لاباس؟ كي دايره؟ بخير. شي بخير الحمد لله. شنو كطيبي؟ شنو كتصايبي؟ نصيب الفريت باش نديرو مع الحوت. واو الفريت مع الحوت مزيان، يعني نتوما متعاونين دابا غتصايبوا لنا طبعا ماكله واحده. باش نتغداو بها. باش تغداو بها. والعرسان ديالكم فينهم؟ العرسان مشاو يتغداو خضره اخرى. الديسير. الديسير؟ مزيان. هي كاين الديسير، كاين الغدا، كاين كلشي. بتجي تغدا معنا؟ ضروري انا جاي. مالا العريسه منين انت؟ اكادير. من اكادير. شنو موجده لينا؟ شلاضه. شلاضه؟ شلاضه سلاد ماروكي؟ لا. شنو؟ الشلاضه اللي كديروا لينا. الشلاضه اللي كنديروا لكم. بطاطا و شنو كتقطعي دابا؟ مطيشه. مطيشه مزيان. العريسات الاخرين نحاولوا نسولوهم عاوتاني نشوفوا شنو كاين. شنو كتوجدوا لينا نتوما؟ نعاونوها في الشلاضه. نعاونوها في الشلاضه. شنو عاوتاني؟ هادشي اللي داير العصير ديال مكلفين بالديسير. بغينا نديروا العصير ديال الباربا. عصير ديال الباربا مزيان. والديسير حاد قالت نتوما. المهم نخليوكم دابا مع التوجات ديال الماكله ديالكم ورجعوا لكم مره اخرى ان شاء الله. كما شفتوا معنا اليوم احنا العريسات هما كيوجدوا الماكله ديالهم. طبيعه الحال نحاولوا عاوتاني نرجعوا لهم مره اخرى. الا كان الخطا خالي.